في رياضة الوشو التايكواندو الكاراتي تنكسودو والجيدو، كل هذه الطاقات ترحب بكم سيداتي سادتي. هيتما استما أرباه رسليمير كل بدغي التنين أرباه رسليمير كل أكدودي عزان كل منطقة الغول مقرد روتيني بركة مرحبا بكم أيس نون تنمير نون بهرة تنمير نون بهرة إفل الجان وبشركم بروكا واللحظة سيداتي سادتي سادتي السلام عليكم، اسمي أمنة العلاوي من ثانوية باتول الصباحي جهة سالا. فرحانة بزاف على وديت هاد النتيجة اللي درت، حصلت على الميدالية الذهبية وكنعطي هاد النجاح ديالي الوالدية اللي كيشجعوني هما المؤطرين ديالي والأسد بالعطار، وفرحانة بزاف على وديت هاد البطولة هادي وشكرا بزاف. كان مستوى جيد ومنافسة قوية بيناتنا، وفرحانة بزاف على وديت هاد الأجواء الزوينة اللي دازت في هاد البطولة المدرسية. السلام عليكم، الاسم أنزق خلود، سن 15 سنة، بمؤسسة أرغان بمراكش. اليوم جيت احتلت المرتبة الأولى في البطولة المدرسية مقامة هنا بفاس. صراحة كان تنظيم جد رائع، الإقامة الحمد لله دازت على أخير وجه، وكان بغي نشكر الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، وكان بغي نشكر كاع اللي ساندني من قريب أو من بعيد، الوالدين ديالي والأساتذة والمؤطرين
والمجرد المؤثر. Yeah.
محسن زواق مدير الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين لجهه فاس مكناس، فخورين باحتضان جهتنا لهذا النشاط الرياضي الوطني بامتياز اللي كتنظمه الجامعه الملكيه المغربيه للرياضه المدرسيه في اطار الدعامه الاساسيه ديال المنظومه اللي هي الرياضه المدرسيه. اكثر من 300 تلميذه وتلميذ من ابطال المملكه في رياضات مختلفه، رياضه دفاع النفس، اغلبهم ربما اناث وهذا فخر لنا، كيشاركوا في هذه المسابقه وبينوا على مستوى عالي، وهذا ليس بغريب، فعدد كبير منهم هم من ابطال وطنيين ومنهم من هم ابطال عالميين. جهتنا بطبيعه الحال سوف تستفيد من هذا يعني الجو الرياضي، وغادي يستفيدوا التلميذات والتلاميذ اللي غيتعرفوا ربما لاول مره وبعض الانواع ديال الرياضيه اللي ما منتشراش بشكل كبير في بلادنا. فخورون كذلك على ان هذه العمليه هذه كتجي كدعامه للتربيه والتكوين، وكتكون الرياضه المدرسيه دعامه يعني للمنظومه بصفه عامه. فخورون كذلك على اننا كجهه الحمد لله مشاركين، والحمد لله هناك نتائج وتميز رياضي، وهذا الشيء داخل في اطار مشوار اللي بداته الاكاديميه منذ سنوات كباقي الاكاديميات على المستوى الوطني، والحمد لله غتكون نتائج اللي غيتميز بها بلادنا في المرتفقات وفي المباريات الدوليه ان شاء الله. شكرا لكم.